دكتور اسامه، دلوقتي حضرتك حكيت لنا مشهد خلاب لراجل ادى جهد المقل، ادى اللي عنده زي ما بنقول الجدب الموجوده، شاه ذبحها الاربع اشخاص وكرام من ساداتنا، فوجئ بعطائهم ليه بعد اربع خمس سنين لما راح لهم، هذا العطاء الجارف الذي اغناه واغنى ابنائه وذريته، بالبركه وبالحسابات المجرده، صح بالاثنين مع بعض، صح بالاثنين، صح نعم نعم. يعني سيدنا حسن وسيدنا حسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكرم متجذر من جده صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن جعفر يعني ابن عمه في نفس البيت، سيدنا ابو دحيه، لكن الاربعه جنب بعض في مشهد مكتمل وخلق الصحابه متخلقين به وبيتحروه كابرا عن كابر، وكل حد بيشوف التاني عمل ايه بحيث يكفر الرجل ما انتم من كل النواحي يكمل. ايوه صح. هو شوف يعني ما هو الـ معاني الجمال الكامنة في أولئك الأشخاص وفي نبلهم وفي تصرفاتهم وفي سخاوة نفوسهم يعني لا تنحصر، يعني حفظ الجميل، تقدير المعروف وإن قل، تقدير بعضهم لبعض وأن يبني بعضهم على كرم بعض وأن يتنافسوا في المكارم، وإن هم مش يعطوا عطاء قليل إنه يعطي له مكان الشاه 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200، هو يريد أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قيل في جدهم صلى الله عليه وسلم. وبيقول كان من معالم السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا أعطوا أغنوا، يعني مش يعطي له 100 جنيه ولا 1000 جنيه، ده يعطي له حاجة تنتشله أصلا من الفقر، وبعد سنة يبقى مطالب هو أصلا بالزكاة، يخرج الزكاة عن غنى. دكتور أسامة حضرتك كان ليك رأي، يعني تحدثنا فيه مسبقا عن الزكاة، وأن الإنسان في بعض الناس يحب يوزع زكاته على 100 فرد. رغم انه لو وزعها على 10 بس هيكفيهم المساله ويخليهم غير مستحق الزكاه في السنه اللي بعدها. العشرة دول هينقلهم من دائره الفقر لدائره الغنى، وبعد سنه 2 يبقى كل واحد من العشرة يخرج زكاه. اضف الى ذلك انه من الخطا الشائع الفادح تصور انه الزكاه فلسفتها فلسفه الفقر. وكانوا علماءنا ومشايخنا في الازهر يقولوا الزكاه شرعت لثلاث كافات، ثلاث حروف كاف. نمره واحد شرعت للكفاف، يعني تعطي المعدم اللي ملوش اي مصدر دخل ما يؤمن له انه يعيش يعرف يعيش، يبقى تؤمن الكفاف. نمرة 2 تعطي اللي متعثر بما يؤمن له الكفاية. نمرة 3 تعطي من كان صاحب مقدرة وصاحب مال ويمكن حصل عنده مطب مالي ولا ازمة ولا مشكلة فتدفعه الى الكفاءة، فتخرج الانسان الى يعني تحقق الكفاف وتحقق الكفاية وتحقق الكفاءة، فتنقل الإنسان زي ما قلت وألح من الفقر إلى الغنى. يا جماعة الزكاة إذا أعطى أغنى، مش إنه يدي كل واحد 50 جنيه 50 جنيه وبعد أسبوع يلاقي الولد لسه مازال. هضرب مثال عشان أتأكد إن الناس تعبت استيعاب سلي. يعني لو أنا النهاردة زكاتي أو حد قرر إن هو يخرج في الله 1,000,000 جنيه، المليون جنيه دول حضرتك رأيك إن هو يديهم لعشر أشخاص ب100,000 مشروع لكل شخص، أو يعمل حدث ما في حياته ينقله من دائرة الاحتياج، أبرك ما يمسك المليون جنيه دي يوزعها على خمسينات او ميات او ميتينات او ما اشبه، هو هيجيب 10 اشخاص ويدي كل واحد 100,000 يبقى اخرج المليون. ال 100,000 دي يجيب له بيها تاكسي، يجيب له بيها كشك يعرف يبيع ويشتري فيه، يجيب له بيها عدد من المواشي عشان يشغل كم اراريط الارض اللي عنده، يبقى حقق له مصدر دخل، يبقى نقله الى انه اكتفى. لما يجيب له تاكسي يعرف يشتغل بيه، مش هيحتاج السنه اللي جايه، ما يبقاش محتاج، يعرف يشغل ويعرف يدر مصدر دخل لاولاده. لما يجيب له 3-4 قطع مواشي يعرف يشغل بيهم اراريط الارض، يبقى يعني يبقى انهى هذه الحاله، اخرجه من دائره الفقر. ولنا هنا الاسوه في الصبطين، الامام الحسن، الامام الحسين، سيدنا عبد الله بن جعفر، سيدنا ابو دحيه. وفي الفهم العميق للزكاه، اللي يقرا باب الزكاه في الفقه بعمق يجي يلاقيها كده، ما بتقولش يا جماعه انه يدي كل واحد 20 جنيه وفي الاخر بعد يوم يلاقيه ما زال مفتقر. طب كويس، احنا في ايام زكاه دلوقتي وخروج زكاه. نعم. طيب يعني حضرتك بتقول لا تجعلوا الزكاه تمويلا للفقر وتمديدا لامد الفقر. صح، هي دي الصياغه التي اريدها. لا تجعلوا الزكاه مسكن لحظي ووقتي وموضعي يغنيه لمده يوم وبعد يوم يرجع مره ثانيه مفتقر ويحتاج انه يمد ايده للناس. نحن نريد ان نحفظ ماء وجهه، نحن نريد ان نحفظ له كرامته، احنا عايزين نعطي له حل جذري للازمه.